كثير من الأحيان ترى رؤيا في منامك، أو تخطر في رأسك أفكار عن صورة في مخيلتك ما تفهمها، وقد تسمع من هنا أو هناك بعض الكلام تشعر وكأنه رسالة من الله سبحانه وتعالى، تشعر وكأنك متصل بعالم آخر. نعم، الخالق يرسل لك رسائل يريد منك شيء. استاذ علاء، اشوفك صافن، بمن دا تفكر؟ بالرسائل اللي يبعثها لنا رب العالمين بكل موقف حتى يهدينا الامر مهم. اعتقد انت تقصد عن شخصيه اليوم. كلنا سمعنا بالحر بن يزيد الرياح التميمي، كان شيخ عشيرته بالكوفة ومن أشجع فرسان الكوفة، ولما دخل ابن زياد للكوفة أرسل جيش حتى يحاصر الإمام الحسين عليه السلام، وجعل الحر قائد على هذا الجيش. ولما خرج الحر سمع صوت يقول له: أبشر بالجنة يا حر. التفت ما وجد أحد، فقال: لا أظن أنه هذه بشارة خير، وأنا خارج لحرب الحسين بن علي عليهم السلام. ولما وصل الحر وجيشه إلى الإمام، وقبل وصوله إلى أرض الطف أمر الإمام أصحابه أن يسقون الحر وجيشه وحتى خيلهم من الماء. هذه كانت أخلاق أهل البيت عليهم السلام، نفس الكبيرة كانت أكبر من أحقاد البشر. صلى الإمام بأهله وأصحابه وحتى بجيش الحر، لأنه هو طلب منه ذلك. أستاذ علاء، ما أعتقد الحر كانت أفكاره أموية. الظاهر أنه كان يعرف حرمة آل الرسول، وما خرج حتى يقاتل الإمام الحسين عليه السلام، وإنما فقط يعني ساير عبيد الله بن زياد، وبنفس الوقت كان يتوقع أن القوم لما يسمعون كلام الإمام راح يقبلوه. ومع ذلك ظاهرا ما كان من الموالين الحقيقيين للإمام، لكن شاء الله له الهداية. أرسل الحر لابن زياد يخبر أنه الإمام الحسين يمتنع من الذهاب إلى، فأرسل اللعين رسالة إلى الحر يقول له: أما بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي ويقدم عليك رسولي، ولا تنزله إلا بالعراء في غير حصن وعلى غير ماء. وجعل صاحب الرسالة يراقب الحر. نزل الإمام بالغاضرية، وبكل هاي الفترة كان الحر يسمع خطابات الإمام ويفكر. وضح لي شلون صارت توبة الحر. كان الحر يسمع صوت الإمام: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من مغيث يغيثنا؟ كان يرى شفاه الإمام متيبسة من العطش وهم يفكر. جاء أحد أصحابه ورأى الحر جالس على الأرض ويرتجف بيوم العاشر. قال للحر: أنت بطل الكوفة، ما هذه الحالة؟ لما الإنسان يفكر بذنوبه وينظر بأي لحظة ممكن تنتهي حياته، وكيف راح يقابل رب العالمين ويتحمل حرارة نار جهنم إذا كان عاصي، فقال الحر: إني أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. يعني هنا كانت توبة الحر. ركب فرسه وجاء إلى الإمام مع ولده، كان ملثم من شدة حيائه وصار يتمرغ بالأرض. قال: فداك أبي وأمي، أنا الذي حبستك عن الرجوع إلى مدينة جدك. حتى قال: والآن جئتك تائبا توبة نصوحة، أفديك بنفسي، فهل ترى لي من توبة؟ لاحظ التائب الحقيقي لما يريد التوبة كيف يتذلل، مو مجرد لقلقة لسان فقط أستغفر الله. كان الحر يثق بأنه باب الله تعالى مفتوح لعباده، فما يأس من رحمة الله تعالى. ماذا قال له الإمام عليه السلام؟ عاتبه؟ صرخ في وجهه؟ طرده؟ لا، فقط قال: نعم، إن تبت تاب الله عليك، والله يتقبل التوبة من عباده ويعفو عن كثير. العفو والسماح كل بساطة، بكل بساطة. وين احنا عن أخلاق الإمام أستاذ علاء بهالوقت؟ ناس تاكل ناس. أنا راح أجاوبك. استأذن الحر من الإمام حتى ينصره ويقاتل، الإمام إذن له، خرج الحر وصحح خطأه، لأن ما يكفي أنه تتندم، لابد أنه تتوب، وما يكفي أنه تتوب بلسانك، لابد تصحح خطأك. وقف الحر بساحة الحرب وخاطب القوم وأخبرهم أنهم إلى النار إذا ما تابوا، وقاتل حتى قتل. وقف الإمام الحسين عليه السلام عند جسده الشريف وقال:
أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. شوف، كان على حافة الهاوية ولكن اختار الجنة، اختار هدف عالي وهو نصرة إمامه أو السعى من أجل هدفه. لا تختار نفسك القليل، اختار تكون ناصر لإمام زمانك وما تندم.